مساء الخير مشاهدينا، مشاهدي قناة الحياة في كل مكان، اهلا بيكم. فقرة جديدة من طبيب الحياة. الحقيقة احنا كلنا اتعودنا منه ان هو بيقدم لنا كل ما هو جديد، واي معلومة بتخص السمنة والتخسيس وازاي نفقد وزننا بيبقى مصدر موثوق فيه جدا جدا، لانه يعتبر رائد من رواد جراحات السمنة والسكر في مصر والشرق الاوسط، وكمان عمل مساهمات كتيرة قوي وانجازات كتيرة قوي، شارك في العديد من المؤتمرات، لانه كمان خلى اسم مصر بقى في الصدارة، وخلى مصر بيجيلها ناس كتير من كل الدول العربية. فبصراحة احنا يعني بنفتخر بيه. هو عالم، جراح كبير، مش اي جراح يقدر يعني يعدل على عملية كبيرة مثلا زي عملية تحويل المصغر المعدة، مش اي جراح يقدر يخسس حد. وشفنا في فقرات كتيرة قوي وحلقات كتيرة قوي كانت معانا حالات حية مثال، يعني حد مثلا كان وزنه 160 ونلاقيه بقى وزنه مثلا 90 او 80، فصعبة وحالته النفسية كويسة ومن غير اي مضاعفات. كلمنا كتير عن التحويل المصغر المعدة، وبصراحة جه على حساب عمليات تانية كتيرة قوي بتخص السمنة الكلية زي التكميم والتحويل المصغر اللي احنا كلمنا عنه كتير قوي وخد وقت كبير مننا، وتدبيس المعدة وبالون المعدة. اسمحوا لي ارحب بالجراح الشاطر، الجراح اللي بنفتخر بيه داخل مصر وبره مصر، استاذ دكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنه والسكر بجامعه عين شمس، وايضا رئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر وعضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. اهلا بيك يا دكتور احمد. ميرسي يا انجل المقدمه الجميله. لا لا دي بسيطه بصراحه، وهم كاتبين لي اكتر من كده، بس انا الناس هيقولوا لي لا احنا عايزين بقى الكلام المهم، يعني بيجي لنا في الصفحه بتاعتنا كمان على الطبيب، لا يا جماعه احنا عايزين دكتور احمد، عايزين نساله اسئله بجد، يا جماعه انا وزني كذا. فبنضطر نقول لهم احنا مثبتين ايام معينه، مثبتين فقرات معينه للدكتور احمد السبكي، بس فركزوا معانا قوي الفقره دي، لان شويه هنتكلم عن جراحات السمنه الكليه، وهنتكلم عن تحويل المصغر، بس هنتكلم عن العمليات اللي احنا ما اتكلمناش عنها كتير، ما اديناش لنفسنا كده للمشاهدين فرصه يفهموا. يعني مثلا التكميم يا دكتور، التكميم هو عباره عن ايه وبيناسب مين؟ مين افضل مثلا المرضى او الحالات اللي ممكن يناسبهم التكميم عن اي عمليه تانية ممكن تنزل في الوزن شويه؟ والحقيقه احنا لو فكرنا من الاول، واحنا جراحات السمنه الفكره بتاعتها ايه؟ عشان ناخد الفكره من اول ما بدات جراحات السمنه. جراحات السمنه فكرتها في حاجتين اساسيتين: تقليل حجم المعده، واللي احنا بنسميهم تصغير المعده، وده بيخلي المريض ياكل كميه بسيطه ويشبع، والحرق عنده بيزيد. والفكره الثانيه هي تقليل الامتصاص بتاع الاكل اللي المريض بياكل. يبقى احنا هم دول الفكرتين الاساسيتين اللي احنا بنشتغل عليهم. التحويل المصغر اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده كان بيعمل الحاجتين مع بعض، في تصغير وفي تحويل، عشان كده كنا بنقول وما زلنا هو العمليه الافضل على الاطلاق، اللي تضمن ان المريض ياكل كميه معقوله، ولو كان زيادة في المستقبل سوء الامتصاص او عدم الامتصاص الكامل لكل الاكل بيحافظ انه ما يتخنش تاني. ونقطه الامتصاص دي هي اللي ادت تاثيره في موضوع السكر كمان، سواء في النوع الثاني او النوع الاول من السكر. لكن في قسم اخر من جراحات السمنه بنسميه جراحات تصغير المعده، وياتي على راسه عمليه التكميم للمعده، التدبيس الحديث للمعده، بالون حزام المعده، وبالون المعده بنعتبرها احدى الطرق لكنها مش عمليه وهنتكلم عنها برضو. طيب يعني التكميم برضو في انقاص وزن وامتصاص عدم امتصاص؟ لا ملوش علاقه بالامتصاص، ملوش علاقه. هو التحويل هو الوحيد اللي يعمل الحاجتين مع بعض، لكن التكميم بيعتمد على تصغير المعده. وبالتالي بناء على الفكرتين دول احنا قلنا التكميم والتدبيس والحزام والبالون شرط اساسي عشان العمليات دي تنجح. لازم المريض يبقى افريج او متوسط في حبه للحلويات والعصاير والشوكليتس والمياه الغازيه، لان الحاجات دي مهما صغرت حجم المعده بتعدي بسهوله من المعده وبتمتص بكامل طاقتها. وعايز اقول لك ان كوبايه لبن او كوبايه عصير بتحل محل وجبه كامله. فالمريض لو احنا عملنا له تصغير معده وشهيته قلت وكل مثلا نص رغيف عيش في الوجبه، وجي بعدها قدر يشرب كوبايتين عصير، يبقى العمليه فقدت تاثيرها. يبقى نرجع نقول جراحات التصغير وعلى راسها التكميم عمليات قويه جدا وفعاله،
لكن لازم نشترط على المريض او نختار المريض من الاصل اللي هو غير محب للحلويات. دي صورتها دكتور، دي صوره التكميم. هي التكميم زي حضرتك ببساطه، انا عندي معده بحجم معين لها الشكل اللي احنا شايفينه ده، احنا بنعزل اربع اخماس المعده اللي هو 80% وبنسيب الخمس اللي هو 20% من حجم المعده. بنعزله يعني بنستأصله. بنعزله ونستأصله تماما. يعني الجزء ده احنا بنشيله، الجزء ده فيه هرمون الجوع اللي بنسميه الجريلين هرمون، فيه الهرمون اللي بيقلل الحرق شويه. لما بنستأصلهم المريض شهيته بتقل جدا والحرق عنده بيزيد. زي حضرتك شايفه الموضوع يبدو شكلا على الصوره سهل لحد ما، لكن الحقيقه عمليه التكميم من العمليات اللي تحتاج دقه في ادائها، والا النتائج تبقى سيئه جدا. يعني لو تاخدي بال حضرتك المريء نازل مكمل بديامتر ثابت من المعده من بعد ما المريء خلص، نازله القطر بتاعها ثابت طول حجم المعده ونازله تحت وسعت شويه. اللي احنا شايفينه ده اللي هو الستاندرد او الشكل السليم بتاع الاستئصال. الحقيقه الموضوع ما بيبقاش سهل زي ما هو على الصوره، والنتيجه بعد الاستئصال لما بنيجي نعمل للعيان، لما يجي لنا عيان عامل تكميم وعنده مشاكل، بنعمل له حاجه اسمها اشعه بالصبغه من الفم. اشعه الصبغه دي بتبين لنا بعض المشاكل، وعشان كده الجراح بياخد خبرته من الفيدباك من المشاكل الاخرى اللي بتتعرض عليه. فلما يجي لنا مريض عامل تكميم وعنده مثلا في نص، لو نعرض الصوره تاني، في نص المعده حته ضيقه، تتفاجئ ان المريض ده بيرجع باستمرار. اي غلطه فيها مفيش اي حاجه بالظبط كده، لان احنا اولا دي عمليه الريفرسبل، يعني غير قابله للرجوع. يعني استأصلنا خلاص، شلنا جزء بالظبط. احنا مش عملنا تعديل زي التحويل المصغر، عزلنا جزء وسيبنا الجزء الثاني وكل حاجه موجوده لو حبينا نرجعها نرجعها. لا ده احنا استأصلنا اربع اخماس المعده. طب الجزء اللي احنا بنستأصله يا دكتور ده ممكن ناس قوي يعني تقول تخاف، اللي هو لا انا هستأصل جزء من جسمي ليه؟ انا اخاف اشيل الجزء ده لحسن بعدين يبقى ليه مضاعفات في المستقبل. الجزء اللي بتشيل ده عايزين نعرف المشاهد هو مسؤول عن ايه اصلا في جسمه، واستئصاله ليه مضاعفات في المستقبل ولا لا؟ بص حضرتك انت طبعا النقطه اللي حضرتك بتطرحيها هي بنعتبرها المشكله الاساسيه في عمليه التكميم، اللي احنا بخبرتنا مع الناس بنلاقيهم اول ما بنقول تكميم واستئصال جزء بتلاقيهم هم نفسهم بيتاثروا شويه. يعني انا هشيل معدتي، نقول لهم لا ده احنا هنشيل جزء، والجزء ده هو جزء ملوش وظيفه غير الاكل والهضم والشهيه الزياده. يعني لمريض السمنه المفرطه احنا بنحل له مشكلته الاصليه، لكن ناس كتير ما بيترحبش، تقول طب هل في حلول اخرى؟ بنقول لهم في حلول اخرى، ونبتدي نطرح عليهم طب خلاص انت صحيح مش مدمن للحلويات، بس التحويل المصغر هيديك الغرض، وفي نفس الوقت لو كترت حلويات مش هتدخن، في نفس الوقت ما فيهوش استئصال، في نفس الوقت حجم المعده اكبر، في نفس الوقت نفسيا المريض بيبقى عارف انه لو العمليه ضايقته في يوم من الايام وحب يرجعها هيرجعها. هو طبعا ان شاء الله احنا مش هنعمل كده، والمريض عمره بعد ما يعمل عمليه تحويل ما هيحتاج ان هو يرجع العمليه، لكن احنا بنقول نظريا المريض نفسيا بيبقى مرتاح ان مفاتيح الامور ما زالت في يده لغايه اخر لحظه، وانه يوم ما يلاقي النتيجه، لان الناس بتبقى في جراحات السمنه بيسمعوا عن بعض التجارب السيئه لبعض الحالات اللي اتعملت بطريقه خاطئه واللي ادت لنتائج غير مرجوه، ان هو شاف حد او سمع عن حد فمتضايق وخايف يبقى هو عرضه لحاجه زي كده. لا الحمد لله الموضوع مختلف تماما. الاف الحالات بتدي خبره بادق التفاصيل اللي ان شاء الله المريض بياخد النتائج المرجوه من غير مضاعفات على الاطلاق. يعني الجزء ده ملوش اي اضرار لو شلناه؟ الاستئصال بتاعه خلينا برضو نتكلم حتى الان العلم الحديث، لان احنا الحقيقه العلم بيفاجئنا كل يوم بحاجه، لكن التكميم عمره في جراحات السمنه حوالي 8 سنين او 9 سنين. كل الابحاث اكدت ان مفيش اي وظيفه اخرى للجزء ده من المعده حتى اللي احنا قلنا عليه. لكن هل المستقبل ممكن يفاجئنا بمعلومه ثانيه؟ ما اقدرش اكد لك الحقيقه، الامانه العلميه لغايه دلوقتي ان هو استئصاله امن جدا. استئصال امن،
نتائج العمليه بتتعمل في العالم كله، نتائجها ممتازه. كل الابحاث اللي اتعملت كلها ايجابيه، ما فيش ابحاث سلبيه، وبالتالي بنعتبر التكميم من الجراحات القويه والفعاله والامنه وبتدي النتيجه المطلوبه. المطلوبه بشرطين عشان نبقى كملنا المنظومه. ان تم اختيار العمليه للمريض السليم المناسب. وان المريض ما يكونش سويت ايتر. لان انا لو عملت تكميم لمريض محب للحلويات تاكد انه هيرجع في يوم من الايام، طبعا اكنه ما عملش عمليه. ممكن سنه 2 3 5. احنا بنعمل عمليه عشان تعيش العمر كله، ما بنعملش عمليه عشان تعيش سنتين ولا 5 سنين ولا 10 سنين. لما نعملها فلازم اختيار المريض ده مهم جدا. بالزبط. ودي مهمه الدكتور يعني، حتى لو حد رايح مفيش كلام. مش عارف مثلا الدكتور عايز اعمل التكميم، انا سمعت عنها بس ساله كده، لا بحب الشوكولاتات والحلويات ما ينفعش. ده لازم يقول له العمليه دي غير مناسبه ليك، حتى لو خسستك في اول 6 شهور في اول سنه وارد انك تتخن تاني بعدها، ونسبه الفشل بتعلى لغايه 30%. وده اللي قاله العالم جانييه اللي عمل العمليه اصلا، التكميم اللي هو عمل عمليه التكميم واللي كلنا خدناها منه. هو نفسه ادى بعد كده نشر الابحاث على العدد الكبير اللي عمله من الحالات، وقال ان هو في الاول كان بيختار العمليه لكل المرضى، عمليته طبعا وكان متحفز ليها شويه، فكان بيعملها لكل المرضى، ولقى ان هو عدم اختياره الجيد للمرضى ادى لنسبه فشل توصل ل 20 ل 30%. لما غير طريقته في الفتره اللي بعد كده وتم اختيار العمليه للمرضى المناسبين ومنع السويت ايترز وبقى يعمل لهم التحويل، اكتشف ان نسبه الفشل قلت ل 2%. وده معناه ان العمليه ناجحه الى حد كبير لو تم الاختيار. دي النقطه الاولى الاساسيه. النقطه الثانيه اللي هي طريقه اجراء العمليه، لان التكميم العمليات اللي بتحت يعني قص المعده حاجه سهله جدا على الجراح عشان تبقي فاهمه حضرتك، يعني اسهل حاجه. عشان كده هتلاقي من كل 20 جراح بيشتغلوا في جراحات السمنه 19 بيشتغلوا جراحات التكميم والتدبيس فقط، ما بيعملوش التحويل. واحد بس من ال 20 هو اللي بيجيد جراحه التحويل، لان التحويل عمليه مميزه ويعني مش اي حد يعرف يعملها. لكن التكميم في الاخر هو اسمه قص معده، ممكن نقصها كبيره شويه ممكن نقصها صغيره شويه، لكن في الاخر هو عمل العمليه. طيب النتائج بعد العمليه هتبقى ايه؟ هو هنا بقى اللي بيفرق جراح من اخر. المريض هيوصل للنتيجه اللي هو عايزها من غير مشاكل ومن غير مضاعفات، يبقى العمليه باذن الله اتعملت صح. لكن لو زي ما شفت حضرتك في الصوره القطر بتاع المعده بينزل بشكل انسيابي، وده جوه العمليه ممكن يبقى الجراح فاكر ان هو عامل الطريقه صح، ويفاجئ لما المريض يبتدي يشتكي انه يعمل اشعه باريوم او اشعه جاستروجرافين اللي هي اشعه صبغه، نلاقي لا المعده جايه في النص. احنا ممكن نبقى نعرض صور لبعض هذه الحالات اللي جات لنا والحمد لله قدرنا نصلحها. ان يبقى مثلا في ضيق في المعده من النص، الضيق ده يخلي المريض بيرجع باستمرار وقت كتير، دي بتبقى عيب في العمليه، بيبقى عيب في اجراء العمليه مفيش كلام. او العكس، ان العمليه في جزء منها في جزء واسع، وده معناه ان في جزء كان خافي. احيانا بنلاقي المعده بنسميها فولدد ستومك، يعني متنيه على نفسها، فبتبدو للجراح في المنظار ان هي ان هو قص وانه ساب الجزء المظبوط، ويتفاجئ ان الجزء اللي هو سايبه لما يتفرد، والمعده احيانا بتبقى متنيه على نفسها كده، تبص تلاقي جزء تاني من المعده موجود. والجزء ده لو من الفندس اللي هو بنسميه اعلى حته في المعده، الجزء ده قابل على التمدد 3 4 أضعاف حجمه، وبالتالي نلاقي المريض بعد سنه معدته كبرت تاني كانه ما كانش عامل عمليه. دي الاسباب اللي احنا بنقول عليها اسباب يمكن التحكم فيها، اللي هي المريض لو عملها، الجراح لو اختار المريض صح وعمل العمليه صح، المريض ان شاء الله مش هيحس باي مشاكل وهيحقق النتيجه. بس في حاجه ثالثه، دي ممكن تبقى غصب عن الجراح وغصب عن المريض وتؤدي لفشل العمليه. ايه هي؟ عشان ندي كل حد حق. ان المريض قبل العمليه يبقى هو غير محب للحلويات، وبعد العمليه نلاقيه بياكل. بالظبط. والجراح بدوره قام بالعمليه بالطريقه المظبوطه، والمريض اتحول بعد العمليه لمحب للحلويات، وممكن ده يبقى غصب عنه برضه. عشان ليه؟ العمليه التكميم هي عباره عن تصغير معده. اول فتره، اول شهر او شهرين، المريض بياكل كميات بسيطه من الاكل وبيشبع، بتبقى شهيته قليله جدا. في بعض مرضى
ما بيبقاش قنوع مع انه شبع، فيبتدي يزود في السويتس او الحلويات، يبتدي يزود في العصاير، يبتدي يزود في الشوكليت. مهما صغرنا المعدة هي هتسمح بمرور العصاير السهلة والشوكليت اللي بتدخل البق تدوب، والتورتات والجاتوهات والحاجات السهلة البلع الايس كريم واللبن، الحاجات بالظبط صعوبة في حاجات سهلة البلع تمر بسهولة حتى من المعدة الصغيرة ولها كالوريز عالية. المريض لو كتر منها بعد ما يبقى بدأ يخس بعد العملية، تبص تلاقيه بدأ وزنه يثبت وبعدين رجع يدخن تاني، ودي اللي احنا بنسميهم سويت كونفرترز، او اللي تم تحويلهم من شخص كان بياكل عادي اكل عادي لمدمن للحلويات والعصاير والشوكليت. ودي الحقيقة النسبة اللي احنا بنقول عليها ان رغم اختيار العملية المناسبة واجراءها في نسبة 2-3% من الفشل في التكميم، وده نتيجة اللي هو الكونفرترز بقى، دي اللي خارجه عن ايدينا سواء عن ايد الجراح او عن ايد المريض. طيب دكتور احمد، مده التكميم قد ايه؟ مده العمليه دي بتبقى قد ايه؟ العمليه ممكن تاخد ساعه الا ربع بالمنظار، وعمليه سهله وسريعه، والناس بتستغرب تعتقد ان استئصال المعده ده حاجه صعبه. لا، الاستئصال الماء اللي هو التكميم او اللي بنسميه القص الكمي للمعده بياخد ماكسيمم ساعه الا ربع. المريض بيعملها من المنظار، ما عندوش جرح، فهي اجرائيا وتكنيكالي عمليه سهله واجراءها سهل، وطالما تم اجراءها بالطريقه السليمه المريض ما بيعانيش اي حاجه بعد العمليه، وبيحس براحه وان هو فعلا شهيته قلت على قد القيمه والكم اللي بياكله. بعد قد ايه بقى بيمارس حياته بشكل طبيعي؟ بيروح شغله، بيتحرك، لو بيلعب رياضه، بيجري، بعد قد ايه من عمليه التكميم؟ عشان احنا بنجريها بالمنظار، وقص المعده عمليا مفيش نوع من الاحساس، يعني في بعض الناس متخيله ان عشان في قص للمعده ان في الم وان المريض هيحس بوجع والمعده هتوجعه، لا على الاطلاق ما بيبقاش في وجع. والمنظار فتحات الصغيره، الاربع فتحات اللي بنعمل منها العمليه، الاربع تخرام كل خرم نص سنتي، المريض بعد يومين من العمليه بيختفوا تماما والالم بيروح تماما. فالمريض هو بيقعد في المستشفى يومين، ممكن يخرج بعدها يمارس حياته ويرجع لعمله، وبيبقى حاجه لا تذكر من الاحساس باثر العمليه. طب والنتيجه، يعني يحس بالنتيجه قد ايه بقى؟ نتيجه وزنه وشكله فعلا اتغير وما بياكلش كتير. هو جراحات السمنه كلها بتبدا من اول يوم، لكن بنقول ان هو بيخس في اول 3 شهور، عشان ندي معدل، بيخس في اول 3 شهور في حدود 30% من الوزن الزائد، وفي تاني 3 شهور في حدود 20%، يعني في اول 6 شهور بينزل 50% من الوزن يعني الزائد وزن بتاعه وبيبقى عنده 6 شهور كمان بينزل فيهم ببطء لغايه ما يفقد الوزن الزائد كله، ويبقى وصل في خلال سنه للوزن الطبيعي المثالي. واحنا بنعتبر النزول التدريجي في الوزن دي حاجه صحيه طبعا، لان ده بيتجنب نزول مره واحده لا ممكن نرجع تاني، تاثير على البشره وعلى الشعر وعلى الصحه العامه، فبنعتبر ده نتيجه صحيه. طيب هنسيب شويه تكميم، اتكلمنا عنه كتير اهو، ادنا له وقت وفرصه لكل الناس اللي كانوا بيسالونا عن عمليه التكميم ومين الحالات اللي بتناسبها عمليه التكميم. بالون المعده، في ناس برضو كتير قوي بتخاف، جسم غريب هيدخل يا دكتور جسمي وانا مش ضامن، طب ممكن يتفاعل مع جسمي او معدتي ولا لا، البالونه دي ممكن تفرقع جوه بطني يا دكتور ولا ايه؟ حاجات كتير قوي عن بالون المعده، عايزين نعرف ايه هي بالون المعده وبتناسب مين ودورها في علاج السمنه ايه، وبنحس ان احنا فعلا يعني في حاجه احنا شايلينها جوه بطننا، يعني بالونه بقى بالونه ولا ايه؟ في ناس كتير، دي اسئله الناس على فكره مش اسئلتي. يعني بص حضرتك، هي البالونه فيها حاجات مميزات كتير وفيها احد العيوب برضه، زي اي من جراحات السمنه كل حاجه فيها مميزاتها وفيها عيوب. البالون هي زي ما حضرتك بتقولي، هي فعلا بالون، لكنها من ماده لا تتفاعل مع الجسم. بتركب من منظار الجهاز الهضمي، مفيش جرح على الاطلاق، ما بتحتاجش تخدير كامل، بتحتاج مجرد ملون. دكتور او ممكن تشرح لي احسن؟ زي ما حضرتك شايفه احنا ده البلعوم، بندخل منظار الجهاز الهضمي الاول، بنبص على المعده نطمن ان مفيش قرحه، مفيش حاجه فاتقه في الحجاب الحاجز قوي يمنع البالون، من ضمن الحاجات اللي تمنع البالون.
اطمنا خلاص، بندخل البالون في المعدة وبنحقنها بالسائل بتاعها، بننفخها فالبالون بتملى حيز في المعدة، ده السائل بتاعها. والسائل زي ما حضرتك شايفة بيبقى لونه أزرق شوية، واللون ده مقصود. البالون بننفخها لحجم معين بيتناسب مع حجم المعدة، ودي برضو نقطة مهارة الجراح اللي عنده فكرة قوية إن أملها قد إيه وشدها فين والشكل يبقى عامل إيه. البالون يعني مش حجم واحد، حضرتك اللي بتتحكم في الحجم. نقدر نتحكم، هي بتبقى حسب طبعا في الأنواع من البالون، لكن الستاندر دايما بتبقى من 500 ل 700 مللي. المريض اللي معدته صغيره بنكتفي ب 500، نقدر نزودها 550 600 650 لغايه 700 مللي. واللون الازرق ده مقصود يعني ايه؟ اللون الازرق في ده مجرد لون صبغه، ده هو سائل عادي، بس في لون ازرق الهدف منه النقطه اللي حضرتك بتقوليها، ان لو حصل والبالون سربت السائل اللي فيها، ما فيش حاجه اسمها تفرقع يعني، لكن من ضمن المضاعفات اللي ممكن تحصل من البالون اللي مش اللي احنا بنعتبرها الانواع اللي مش كويسه من البالون، الانواع الرديئه، لكن الحقيقه النوع الستاندرد ما بيحصلش منه الكلام ده. اللي هي الرخيصه يعني ممكن يعني الى حد ما ترخصه شويه كده ممكن تحصل. انت عارفه زي برضو الحاجات دي عرضه في ماركت طبعا. كبير دايما بتلاقي كل حاجه في حاجه منها اوريجينال وفي حاجات بتطلع برضو تقليد باسلوب رديء رديء شويه. روح الدكتور موثوق فيه واكيد هجيب الحاجات اللي هي الموثوق فيها. مفيش كلام، وبعدين في حاجات بتبقى واخده شهادات عالميه وواخده لايسنس ولها سيريال نمبر، بتدي ثقه للمريض وللطبيب ان دي حاجه معترف بيها في العالم كله، والشركه العالميه دي بتضمنها انها مش ممكن تتسرب السائل اللي فيها او تبوظ. ومش كده بس، ده لو حصل كده بيقول لك احنا بنديك بالون من عندنا. وده نوع من الجرانتي ان هو الثقه في الماتيريال، مش مجرد انها ممكن تحصل، لا الحمد لله في طول خبرتنا ما حصلتش ولا مره، لكن كنا بنبقى واثقين ان الشركه دي واخده شهاده FDA ابروفال عالميه وبيضمن هذا المنتج. ده بيخلينا مطمئنين ان دي حاجه امان، وان هي مش هنيجي بعد 3 شهور، هي المفروض البالون بتوع 6 شهور. ان المريض يستفيد بيها طول الفتره بتاعته. البالون بنسيبها في المعده 6 شهور. اول 3 4 ايام البالون بتبقى متعبه شويه، بتعمل شويه مغص، طبعا ده جسم غريب جوه المعده، صحيح ما بيتفاعلش مع المعده، بس المعده متعوده ان المريض ياكل تهضم الاكل وتطرده على يعدي على الامعاء وتمشي السايكل بتاعتها. وجود جسم غريب في المعده في الاول، المعده بتحاول انها تطرده بحيث يكمل سكته، بتكتشف ان لا ده حجمه كبير، ده قاعد، ده مش هيتحرك. الكلام ده بياخد 3 4 ايام، ممكن يحصل شويه مغص، ممكن يحصل رغبه في الترجيع. بعدها خلاص المعده بتتعود على البالون والالام دي بتروح خالص، والحموضه الزايده اللي ممكن تكون موجوده، واحنا طبعا ما بنسيبش المريض، بنديله ادويه في الثلاث اربع ايام دول بتقلل الحموضه وتقلل التقلص بحيث يبقى محتمل وما يبقاش فيه مشاكل. بعد الثلاث اربع ايام خلاص الالم راح، الحموضه راحت. طب دكتور بسرعه جدا يا دكتور احمد، بتناسب مين؟ عشان برضه قاعدين الوقت الوقت بيجري بسرعه، الفقره بتاعت حضرتك. بتناسب الحقيقه، بنقول المريض اللي ما عندوش سمنه مفرطه قوي، لكن المريض اللي عايز يخس في رينج 20 30 كيلو او 35 كيلو ماكسيمم. طب حلو قوي. طبعا احنا عندنا فئات كبيره، ما احنا بنقول كل مريض وله الحاجه اللي بتناسبه. لما بنت او ليدي او راجل عايز يخس 20 30 كيلو بتناسبه، وشايف ان هو ارادته ضعيفه مش قادر يمشي على نظام غذائي، البالون بتديله الدفعه اللي كوسيله مساعده بالظبط. ونطلب منه بعد ما نشيلها، ودي العيب الوحيد اللي بنعتبره في البالون، ان المريض بعد ما نشيلها لازم اولا هي بتبقى عودته على نوع من الشهيه القليله وانواع اكل خلاص تعود عليها، ان هو يعمل لايف ستايل ويحافظ على المستوى ده، يحاول يكمل بقى. دكتور احمد انا بشكرك جدا واستفدنا من حضرتك، وادينا وقت لحالات الثانيه من السمنه الكليه او من علاجات السمنه الكليه او جراحات السمنه الكليه، عشان الناس كان فعلا طالبها جدا على الصفحه بتاعتنا، صفحه طبيب الحياه. انا بشكرك جدا واستفدنا من حضرتك ومستنيينك يا دكتور احمد في فقرات ثانيه ان شاء الله. كنت منورنا كده. خلصت فقرتنا، استنونا ان شاء الله فقرات جديده قادمه من طبيب الحياه، كان منورنا في استوديو
دكتور احمد السكي استاذ جراحات السمنه والسكر بجامعه عين شمس، وايضا رئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر وعضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. احنا كل يوم معاكم من السبت الاربعاء من الواحده وحتى الثانيه ظهرا، ما تنسوش الاعاده من الواحده صباحا وايضا من السابعه صباحا، وما تنسوش تبعتوا لنا كل اسئلتكم وتساؤلاتكم على الصفحه الخاصه بينا صفحه طبيب الحياه على الفيسبوك. كنت معاكم انجي، على الى اللقاء.